وفي حيث أيضا فتحت الميليشيات نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، منها سلاح 14.5 وسلاح 23 على الأحياء السكنية. وذكر مراسلنا أن الاستهداف الحوثي أدى إلى اختراق منزل أحد النازحين في قرية دار ناجي غرب حيس، الذي قامت الميليشيات بتهجيره وآخرين من قرية ضمي الخاضعة لسيطرتها. وتسبب الحريق في إتلاف كل محتويات المنزل، منها الأسرة والملابس وكل ما بداخلها من أثاث خاص بتلك الأسرة النازحة. وتواصل الميليشيات قصف الأحياء السكنية في حيس بشكل يومي في إطار مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية. أنا داخل وأني وعيالي قبل صلاة العصر، خلاص خرج أجري أحد ما في، حكيت لبيتي حرق، يا الله يا الله خرجت عيالي وأني نازحة من قرية القضيبة نازحة إلى دار ناجي. الآن ساعدوني أجواري وأخواني بنيت البيت هذا، دحين الآن ما فيش معي ولا شيء، حرق كل حاجة من سبب طلقة الحوثي، الطلقة رصاص 14 حرق لي بيتي. دحين لا حول ولا قوة، نطلب من المنظمة تساعد احنا، ولا تهب لحنا أي شيء، ولا خيام ولا كنابل لعيالي ولا أي شيء. البيت هذا راح صاحبنا نازح من قرية القضيبة إلى دار دوبنة، ووصلنا دحين رصاصة من شايم من سبب حق الحوثي ب 14 كاشف، اشتعل البيت في الساعة 2:30 وقمنا نغور عليهم بالحريقة، حرق الثياب حقهم والسامان والملابس. أنا مبم. ما يوم.